عاش أبو طلحة رضي الله عنه حميدا ومات شهيدا. كبرت سنه ورق عظمه، وبينما هو يقرأ القرآن يوما مرت به الآية: انفروا خفافا وثقالا. فقال لأولاده: جهزوني، فإن الله عز وجل قد استنفرنا شيوخا وشبانا. قالوا له: رحمك الله، قد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر، ونحن نكفيك، نحن نخرج بدلا منك. قال: لا. فجهزوه رضي الله عنه، فذهب غازيا معهم في البحر على زمان عثمان، فأدركته منيته وهو في البحر، وهو في السفينة، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام، فما تغير، بقي كما هو رضي الله عنه وأرضاه. فهو ممن قال الله فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.